عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم مرة ثانية. وأولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي هنتعرف من خلالها عن رياضة كرة السرعة، هنتعرف عنها وعن تفاصيلها وعن تاريخها وعن قوانينها، خصوصا وإن مصر بتستعد إن شاء الله الفترة اللي جاية لاستقبال وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة السرعة الدائرية. كتير من التفاصيل عايزين نتكلم مع حضراتكم عنها، ولكن اسمحوا لي في البداية أتوقف عند تفصيلة أنا اتفاجئت بل واندهشت لما عرفتها من ضيفي العزيز اللي هعرف حضراتكم عليه خلال لحظات. المعلومة بتقول إن من سنة 86 يا حضرات المركز الأول على مستوى العالم في هذه الرياضة لمصريين. طب منين إحنا أبطال عالم من 86 حتى هذه اللحظة، ومنين الرياضة دي لم تنتشر في بلادنا كما ينبغي؟ ده اللي هنحاول نعرف الإجابة عليه من خلال ضيفي العزيز اللي منورنا، سيادة المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة. صباح الفل على حضرتك. صباح النور على حضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. أنا يعني سعدت وفي نفس الوقت زعلت من المعلومة اللي حضرتك قلتها لي، لأن هي حاجة تفرح إن إحنا أبطال عالم في رياضة ما أيا كانت إيه هي من سنة 86 وبشكل يعني ثابت، واللي زعل في المقابل إن الرياضة نفسها مش معروفة أو مش منتشرة أو عندنا في مصر. ليه ده حاصل يا فندم؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، إن الواحد سعيد وفي نفس الوقت زعلان وحزين. إحنا رياضة مصرية صنع في مصر 100%، هي ابتكار مصري صميم. طبعا الله يرحمه المرحوم محمد حسين لطفي، هو مخترع هذه الرياضة في الستينات لحد ما أصبحت في سنة 84 أسس الاتحاد الدولي بتاعها، 86 الاتحاد المصري، وتباعا بقى الاتحاد العربي والافريقي، ودخلت الدول كثيره جدا بدات تمارس هذه الرياضه. او اللي حضرتك بتقوله ده يزعل اكتر كمان، يعني كمان مش بس احنا متفردين في السيطره والهيمنه عليها عالميا، ده احنا كمان مبتكريها. ده حقيقه. بص حضرتك للاسف يعني احنا زي ما حضرتك بتقول كنت اتمنى وما زلت اتمنى ان هذه الرياضه تاخذ مساحه كبيره من الاهتمام الحكومي، لان فعلا دي لعبه مصريه. احنا بنقول زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الحلقه اللي احنا اللعبه الوحيده في العالم اللي موجوده على ارض مصر اللي انا ما بستوردش منها حاجه، بالعكس انا اللي بصدر كل شيء. يعني انا ما بدفعش عمله صعبه عشان استورد مثلا مضرب ولا كوره ولا جهاز ولا لاعب ولا مدرب. لا، وعلى راي حضرتك زي ما قلت لي من شويه احنا بنصدر الرياضه نفسها للعالم كله. بالظبط. مش عايز اقول لحضرتك يمكن حاليا دول كثيره جدا، ويمكن زي ما قلت حضرتك الافارقه والعرب وشمال افريقيا وبتاع ده وشمال افريقيا مهتمين بيها جدا، الدول الاسيويه، دول من اوروبا. يعني الموضوع طبعا موضوع مش سهل ان حضرتك تنشر لعبه في دوله، صعب جدا جدا جدا، لانه يحتاج تكاليف عاليه جدا، محتاج ان انت كمان توصل للمسؤول وتقنعه ان في رياضه جديده اسمها كره سرعه عشان تقدر تقول له ده عايزين. يعني هنقنعه الرياضه مش جديده بس هي جديده عليه وده مؤسف. بالظبط بالظبط حضرتك. يعني كمان وفي اذا حتى في مصر انت حضرتك عشان تدخل لعبه في نادي جديد يقول لك ده انا عندي 25 لعبه و27 لعبه و28 لعبه، طب انا ده لسه هضيف كمان عبء عليا. طب يعني حتى في داخل البلد فبيبقى الموضوع مش سهل لحضرتك اللي انت كمان تعمل نشر جامد جدا. يعني مثلا النادي الاهلي على سبيل المثال، النادي الاهلي كان فيه زمان كره السرعه موجوده فيه، وكانت نادي الزمالك ونادي الترسانه، يعني بتكلم على انديه كوره. أيوة. تحديدا. حصل في 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 احدى ماتشات الدوري الاهلي هزم من نادي من انديه في اقاليم، فتم الغاء اللعبه، ومن ساعتها اتلغت اللعبه في النادي الاهلي ومش عارفين نرجعها تاني. كل ما اتكلم حتى نقول طب يقول لك ده احنا عندنا العاب كثيره جدا. فدي اشكاليه بتواجه، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على الانديه اللي عندنا في مصر الموجوده، حتى الانديه كمان اللي هي ما عندهاش القدره الماليه احنا بنحاول كاتحاد. يعني الاتحاد المصري مشكورا سواء السابقين او الحاليين برئاسه النائب احمد الخطيب ومجلس ادارته، ان هو حاولوا يحافظوا على الانديه حتى اللي ما عندهاش قدره ماليه بقدر ان هو يقدروا يقدموا لهم مساعده، يقدموا لهم الادوات، يقدروا يعني كل ده، لان في النهايه انا مش مصلحتي ان انا يبقى عندي اربع خمس انديه بتمارس هذه الرياضه، بالعكس انا عاوز اعمل قاعده ممارسه كبيره جدا وانشرها في كل الاقاليم. بس بتهيألي سهل يا استاذ المستشار الواحد يستنتج ان مفيش رعايه بطبيعه الحال للعيبه بتوع الرياضه دي، مش كده برضه؟ طالما الرياضه نفسها مش موجوده في عالمنا بشكل يعني كما ينبغي ان يكون، فبطبيعه الحال اكيد انتوا يعني في الاتحاد مفتقدين للرعاه. دي حقيقه فعلا، ودي مشكله كبيره جدا، ودي حاولنا فيها كتير جدا فترات كثيره جدا، كانت حاجات على استحياء. يعني مش عايز اقول لك ان حاجات قويه جدا وبتبقى مثلا البطوله
مش حاجه مستمره، مش أيوة. حاجه على حاجه وقتيه واخد بالك، ودي مشكله ثانيه. ودلوقتي بنحاول احنا يعني انا في كذا حاجه بنحاول نعملها وكذا شركه مكلمينها واكثر من بنك، ان احنا يبقى في رعايه مستدامه للاتحاد، رعايه مستدامه للعبه نفسها. لان انا ازاي اقدر اطلع باللعبه، لان خد بالك الرياضه وحتى من ضمنها كره السرعه هي صناعه، ما اصبحتش الرياضه يعني الرياضه النهارده مفيش حد بيمارس رياضه للرياضه، هي صناعه المفروض تدر ربح للجميع ودخل الجميع اللي هو اللاعب والمدرب والحكم والاداري والاتحاد، خصوصا لما يكونوا لاعبتنا هم اصحاب المركز بالزبط. الاول من سنه يعني 86 ودي حقيقه يعني، ودي حاجه تحزن اكتر ان انت عندك هذا الكم من اللاعبين واللاعبات وكم المدربين الموجودين. احنا عايز اقول لحضرتك احنا عدد الممارسين في مصر عدد كبير جدا. احنا يعني لو قارني بالعاب كره ومضرب كثيره والعاب قديمه واولمبيه احنا اعلى منهم في عدد الممارسين، وده كمان حاجه تزعل اكتر. والحقيقة اللعبه فيها انتشار، فيها انتشار، مش ده الهدف اللي احنا بنأمله، لان احنا عاوزين ننتشر في كل المحافظات من خلال خطه عمل معينه حاطينها للغرض ده. يعني مثلا كان في اتصال بيني مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي من 3 ايام، كنت بشكره جدا على وجوده في شمال سيناء في التوقيت ده والمنظر الجميل اللي انا شفته، الاولاد بتوع الباسكت على البنات حاجه تفرح اي مصري. انا شكرته جدا، قلت له حضرتك عملت حاجه فرحتني شخصيا، قلت له ده خلتني كمان اكلم منطقه شمال سيناء الموجوده اللي كانت متوقفه تماما عن الرياضه كره السرعه فيها بقالنا سنين عشان الاحداث اللي كانت موجوده في شمال سيناء. قلت له انا كلمت رئيس المنطقه، قلت له عايزين نحيي تاني المنطقه من جديد، واي فعاليه عايزين نعملها عندك في سيناء لان ده واجب علينا كلنا. بالعكس انا هبقى سعيد جدا والاتحاد المصري هيبقى سعيد، لان وجودنا على كل محافظات ده هيخلي كمان في قوه للعبه، ويمكن ده اللي خلانا كمان نعيد تاني مناطق كانت او افرع للاتحاد كانت توقفت فيها تماما لظروف كثيره جدا. طيب. منها محافظه المنيا تحديدا ومحافظه اسيوط. طيب بمناسبه ذكر المحافظات، البطوله اللي هتنظمها مصر ان شاء الله بطوله كاس العالم لكره السرعه الدائريه، وكلمه الدائريه دي برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه تفسيرها يعني، ولان هي من ضمن المستجدات واعتقد نتج بموجبها برضو عن الرياضه دي برضو وجود بعض القوانين اللي ممكن يبقى فيها شيء من التغيرات. فليه الغردقه هتتنظم فيها البطوله دي؟ اشمعنى الغردقه؟ بص حضرتك القاهره خلاص اصبحت مكتظه بالبطولات، يمكن برضو دي من الحاجات الكويسه جدا ان احنا مصر اصبحت قبله البطولات العالميه، ودي حاجه كويسه جدا. بعد ما كانت الاول بعض دول الخليج واخده كل اغلب محافل البطولات الدوليه كلها، اصبحنا الحمد لله عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا كمان اصبح عندنا خبره كبيره جدا في التنظيم الاحداث الرياضيه العالميه، وده خلانا كمان نقول احنا خلاص القاهره. احنا كمان كان عندنا بطوله عربيه وافريقيه في شهر مارس الماضي كانت قبل رمضان بكام يوم وكانت في القاهره، فلازم نخرج بقى بره شويه، نخرج نشوف مناطق سياحيه زي شرم الشيخ او الغردقه. يعني احنا قبل كده وده جميل الحقيقه 2017 عندنا بطوله عالم في شرم الشيخ، هي كانت الافضل على الاطلاق في تاريخ كره السرعه على مستوى العالم في التنظيم والاعداد والعدد الدول اللي كانت مشاركه. 2022 قلنا نخرج نروح الغردقه لان هي برضو مقصد سياحي واحنا عاوزين نعمل سبوت طبعًا لمدينه مهمه جدا هي عروس البحر الاحمر، وده واجب لينا يعني برضو ده مهم جدا. السياحه الرياضيه مهمه جدا 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 وبتلعب دور مهم جدا، ولازم احنا نهتم بهذا الدور. يعني الدوله انا شايف مهتمه جدا بالسياحه الرياضيه، واحنا كمان بنكمل هذا الدور من خلال الجزء الصغير اللي احنا بنلعبه كاتحاد سواء اتحاد مصري او اتحادات قاريه او الاتحاد الدولي للعبه، فده مهم. الحاجه الثالثه برضو المهمه، احنا الغردقه مش غريبه علينا، احنا بنشارك بنعمل كل سنه بطوله للجامعات في مدينه الغردقه بيقام سنويا في شهر مارس، بقالنا 14 سنه على التوالي لن تتوقف، باشتراك مع او مشاركه مع الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعه جنوب الوادي. حقيقه في تناغم بين الثلاث جهات الاتحاد والجامعه والاتحاد الرياضي للجامعات، بيطلع نتاج حلو جدا ان احنا ازاي نجيب الاولاد في كل الجامعات المصريه حتى سواء الخاصه او الحكوميه او الدوليه، وساعات كنا كمان بنجيب جامعات دوليه من بره يشاركوا. مش رياضه بس، ده احنا بنديهم محاضرات ثقافيه، بنعمل لهم انشطه كمان رحلات بحريه عشان يبقى فيه تقارب، وبيبقى كمان بيشارك فيها كل الابطال اللعيبه واللعيبه المصريين. بالمناسبه كم دوله هتشارك في البطوله؟ ان شاء الله احنا متوقع يعني هنخطي ال 25 دوله، وده عدد يمكن هو الاضخم في تاريخ هذه. وعدد اللعيبه بقى اكتر من اعتقد اكتر من 350 380 لاعب ولاعيبه، ده غير الحكام والاداريين والمنظمين. هي بطوله كبيره طبعا، كاس عالم واخده وجه كبير جدا،
لان احنا عاوزين نخرجها بصوره يعني احسن كمان من 2017 وكمان ندي صوره طيبه جدا عن السياحه وفي نفس الوقت ندخلها مع الرياضه. ما عشان التفصيله دي تؤتي ثمارها، هل تم التنسيق المبكر مع مثلا القنوات التلفزيونيه الناقله للحدث؟ هل ظبطتوا الامور مع عالم السوشيال ميديا؟ طبعا دي اهم شيء ويمكن هي دي النقطه المهمه جدا جدا جدا. انا بدون اي لعبه حتى كره القدم، كره القدم مش هتبقى موجوده النهارده بهذا الانتشار المرعب، وكلنا بنحب كره القدم، الا عن طريق كل الاعلام في العالم مصب على رياضه كره القدم. فعشان كده احنا من فتره كبيره جدا بدانا نخاطب القنوات الفضائيه كلها الموجوده في مصر وبعض القنوات الاجنبيه، يا جماعه تعالوا في لعبه كذا، واحنا كاتحاد هنعمل 1 2 3 4 وهنسهل لكم كل الاجراءات اللي انتوا تبقوا موجودين معانا، لان احنا يهمنا يبقى احنا فعلا البطوله اللي جايه دي تدي رساله قويه جدا لبره ولجوه ان في رياضه مهمه زي بقيه الالعاب الثانيه. احنا في 2017 قدرنا ان احنا يعني نطلع بسبوت اعلامي قوي جدا في هذه الرياضه، وده يمكن النهارده زي ما حضرتك كده النهارده مستضيفنا النهارده، وبنشكر قناه النادي الاهلي يمكن لاول مره كره السرعه تبقى موجوده عليها، ومش غريب عن النادي الاهلي طبعا وقناته. ده من ضمن الاجنده اللي احنا شغالين عليها، مش عشان بس بطوله العالم اللي جايه، بالعكس احنا عاوزين نبدا حتى التعريف بالرياضه ذات نفسها. احنا كنا لسه في حلقه مع قناه النيل النهارده، الايام الجايه في حلقات مستمره انا وغيري ورئيس الاتحاد الدكتور احمد الخطيب، بعض اللاعبين هنطلعهم. لازم الناس تعرف ان في ابطال عالم موجودين على ارض مصر. انا عاوز اقول لحضرتك مثلا مثال، انا عندي اللاعب محمد ناجي لاعب نادي هليوبوليس بيجيب 626 او 629 ضربه في 4 دقائق، يعني حضرتك بتتكلم في 2.6 في الثانيه. يا نهار ابيض فعلا. والله اللي من حضراتكم على الاقل عارف الفكره العامه بتاعه الرياضه، ودي برضو فرصه نعرفهم اللي هي بتبقى يعني تفاصيل الرياضه دي عشان بس يقدروا يستنتجوا قد ايه الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مذهله جدا الحقيقة. طبعا الحقيقة اللعبه فيها ارقام كثيره جدا. لو احنا هنتكلم على الارقام، اللعبه فيها ارقام حقيقة كان ممكن اقعد محتاج حلقتين ثلاثه للصبح نقعد نتكلم الارقام في هذه الرياضه. الرياضه دي فيها مميزات كثيره جدا، سواء التوافق العضل العصبي، سرعه رد الفعل، قوه الابصار، ده لازم قوه الابصار ده اول حاجه، حاجات كثيره جدا بتساعد هذه الرياضه. رياضه ممتعه، بس احنا كمان بنفتقد كمان العلم. احنا في جمود في حاجات كثيره جدا، احنا لازم نتكلم على السلبيات قبل ما نتكلم على الايجابيات عشان اطلع لقدام. انا فضلت اقول ان عندي ايجابيات ايجابيات ايجابيات، اعتقد ان انا عمري ما هتحرك خطوه لقدام، بالعكس انا لازم اقول سلبياتي الاول ايه، وده قصور مننا كلنا سواء انا او غيري او احنا مش بنتكلم احنا، ولكن برضه هو مش قصور بمعنى قصور، لان في حاجات احنا فوق طاقه الاتحاد او طاقه الموجودين، لان في حاجات محتاجه امور ماديه كثيره جدا. قدامكم تحديات كبيره الحقيقه. جدا جدا. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، يعني من ميزات هذه الرياضه ان هي تمارس في اي مكان، ممكن في الاستوديو هنا اي واحد في بيته يمارسها، ومش محتاجه مكان اي مكان يعني. ومكان مغلق ومكان مفتوح، في الحدائق، في المتنزهات، على الشواطئ. طبعا ودي يمكن يعني على هامش بطوله العالم اللي هتتعمل في الغردقه ان شاء الله، احنا عاملين بطوله عالم لاول مره هتبقى شاطئيه، ومن ضمنها كمان هنخلي كل المصطفين الموجودين الاجانب الموجودين على الشاطئ يمارس هذه الرياضه. عشان كده احنا بنصنع اكبر عدد ممكن من الاجهزه، وده كان يمكن كمان توجه معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، لا احنا مش عاوزين 8 اجهزه و4 اجهزه، احنا عاوزين يبقى في 30 40 جهاز موجودين. طبعا ده تحدي اكتر ان انا يبقى عندي العدد الضخم ده. بس هو برضه يعني طبعا انتوا قدامكم تحديات كبيره، ولا سيما في ظل ان الرياضه مش منتشره الانتشار اللي المفروض تنتشره في البلد، لكن في المقابل مساله التعريف بيها، مساله ايجاد هي بتسموها ايه، اله المعده الواحده او الجهاز، ممكن الاجهزه دي كمان تتوزع في كتير من المدارس وكتير من المعاهد وكتير من الجامعات، وزي ما حضرتك تفضلت من شويه حتى على الشواطئ، حتى في الحدائق العامه والمتنزهات، يعني سهل ان انت تجبر الناس على ان هم ياخدوا بالهم من الحكايه دي ومن الرياضه دي، وشيء في شيء ممكن تبتدي تنتشر. هي سهل نشرها يعني مجتمعيا، بتهيألي مش لا مش صعبة قوي. هي صعبة، هي بس المشكلة زي ما بقول لحضرتك التمويل المالي عشان اقدر اصنع الاجهزة. طب هو الجهاز كله حديد يعني احنا النهاردة طبعا من كتر ما المصريين بيتطوروا جدا 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 في هذه الرياضة، احنا متفوقين على العالم كله بمراحل كبيرة جدا. وده برضو يعني احنا كمان بنحاول كمصريين نخلي كل العالم اللي بيمارس هذه الرياضة يبقى زينا، لان احنا نفسنا يبقى المنافسة قوية.
انا مش الـ هو مش الـ مش الهدف اللي انا ابقى متسيطر على اللعب طبعا ده حاجه تفرحني كمصري، ولكن احنا برضو الهدف اللي يبقى فيه منافسه حقيقيه بين اللاعبين المصريين واللاعبين الاخرين من كل الدول العالم. يعني بس اقول لحضرتك على حاجه، هي المشكله ان الجهاز احنا كل شويه بنعلي التقل بتاعه، يعني زي ما بقول لحضرتك واحد بيجيب 600 يعني 660 ضربه ولا 600 وهكذا، اللاعب التي في لعيبه بيجيب في نص دقيقه في الوضع الواحد اكتر من 85 ضربه في النص دقيقه، وحضرتك ده رقم كبير، رقم طبعا اعجازي الناس مش متخيله، في ناس بتشوف اللعبه اللي عارف شكل الجهاز واليه اللعب لا هيستوعب مدى صعوبه اللي حضرتك بتتكلم فيه، لان الناس بتبقى فاكره ان اللعبه دي لعبه سهله، لعبة عمرها ما كانت سهله، ده لو الكوره لازقه في المضرب مش هيضرب عدد المضرب لا يمكن، محتاجه حضرتك زي ما بقول لحضرتك في، ومحتاج اولا لازم دراع اليمين ودراع الشمال يبقوا قوي زي بعض طبعا، يعني بالتساوي، لان انت عارف حضرتك انا بضرب بلعب بمضرب ومضرب ومضرب ايدي الشمال بشكل دائري وبعدين بضرب مضربين في وقت واحد، فدي برضو لعبه مش موجوده في العالم كله، نلعب بمضربين في وقت واحد والعب ضد الزمن لوحدي، لعبه مهمه جدا للبار اولمبي، انا شايف ان هي كل مهمه جدا جدا طبعا. جدا سواء اللي عنده اعاقه ذهنيه اللي هي بتساعده على الاشفاء بالنسبه كبيره جدا، حتى اللي عنده اعاقه في النصف التحتي بالظبط اللي هو حتى على الويل تشير او على الكراسي المتحركه طبعا. مش محتاج حد يساعدني طبعا، بالعكس انا ممكن العب لوحدي في بيتي صحيح. مش اي ممكن يتنين قدام بعض طبعا. فدي فيها بقول لحضرتك هي فيها مميزات كثيره جدا، اتمنى طبعا ان صوتنا ده يوصل لكل المسؤولين في الدوله، يا جماعه احنا عندنا لعبه لازم تاخد حق اكتر من كده، ولازم يكون فيها مساعده كبيره، انا مش هي مش موضوع مساعده ماديه اكتر ما هي ايجاد شركات فعلا تيجي تقول والله احنا فعلا هنتبني هذه الرياضه اللي نشرها في العالم بره، احنا جوه مش هقول لك مهتمين بيها قوي زي بالعكس احنا عايزين نشر العالم كله، عايزين بدل ما يبقى عندي 30 دوله بتمارس هذه الرياضه عايزين يبقى 60 دوله 70 دوله 80 دوله. نتمنى ان شاء الله ان كل التطلعات دي تتحقق باذن الله في الفتره اللي جايه، ويمكن يا عالم يمكن بعد ما ان شاء الله نحسن استضافه فعاليات بطوله كاس العالم لكره السرعه في الغردقه ان شاء الله يستجد بعض الامور اللي من شانها تساعد في مساله نشر الرياضه دي في مصر كما ينبغي. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا نورتنا، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. ده انا بشكرك وتحياتي لقناه النادي الاهلي والنادي الاهلي والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب يا حضرات اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا.